الفنان يوسف فوزي. زار الفنان يوسف فوزي مؤخرا ليطمئن جمهوره على حالته الصحية. عرس الفنان يوسف فوزي على طمأنة جمهوره بشأن حالته الصحية، خاصة أنه بعيدا عن الأضواء منذ 4 أعوام تقريبا منذ إصابته بمرض الشلل الرعاش، قائلا الوضع الصحي على ما يرام. كشف فوزي عن أحد المواقف المحرجة التي تعرض لها في حياته والمتعلقة بتحريم الفن وإصدار فتاوى دينية من أحد الشيوخ، موضحا أنه خلال فترة استراحة من تصوير أحد المشاهد في فيلم النمر الأسود كان يجلس هو والفنان أحمد زكي في سيارة الأخير يتناولان السندوتشات، وفوجئ زكي برجل ذي لحية طويلة يقترب منه قائلا له يا أخ أحمد أنت ممثل عظيم جدا وتبذل مجهود جامد جدا عشان تحافظ على مستواك ونجاحك، لكن ياريت تبذل نص المجهود ده في العبادة. أوضح أن أحمد زكي كان عصبيا بطبيعة الحال، إذ أنه تعامل مع هذا الرجل بانفعال شديد في الحال، إذ قال له شكرا أوي على النصيحة، تيجي تاكل معانا سندوتش ولا لا، ولا أقولك اتكل على الله مع السلامة. أكد يوسف فوزي أنه حرص على تهدئة أحمد زكي بعد هذا الموقف، موضحا أن الأخير قال له مين الراجل ده، يطلع إيه ده عشان يقول لك كده. يذكر أن يوسف فوزي قد أعلن اعتزاله عام 2016 بعد إصابته بمرض الشلل الرعاش، حيث كانت آخر مشاركة له في مسلسل ولي العهد مع المخرج محمد النوري. يجب بالذكر أن الفنان يوسف فوزي ولد في 8 فبراير عام 1945 لأب مصري وأم إنجليزية، تخرج في كلية التجارة جامعة القاهرة، ثم سافر واستكمل تعليمه الجامعي في الخارج، وبعد 5 سنوات عاد إلى مصر وعمل في قسم الصوت باستوديو مصر. رفض والده دخوله التمثيل إلا أنه أصر على حلمه، فظهر أول مرة على الشاشة بدور في فيلم اللعبة القذرة عام 1981 للمخرج أحمد يحيى، ثم قام في فيلم رجال في سجن النساء عام 1982، وفي عام 1983 ظهر في 3 أفلام هي وحوش المينا وعنتر شايل سيفه والغول. لمع نجم فوزي في فيلم النمر الأسود مع الفنان أحمد زكي حين قام بدور الشاب الألماني المتعصب ضد المغتربين العرب، والذي كان يحاول الوقوف في طريق زكي، ثم شارك مرة أخرى في فيلم الهروب، وتولت مشاركته في الكثير من الأفلام مثل حتى لا يطير الدخان وشاهد إثبات وشبكة الموت والجاسوسة حكمة فهمي وظرف طارق وبلبل حيران وعش الزوجية وزازة وغيرها من الأفلام. مع أواخر التسعينات كثف عمله في الدراما التلفزيونية، حيث قدم مسلسلات عدة منها هوانم جاردن سيتي والقرموطي في مهمة رسمية وأوبرا عايدة وفارس بلا جواد ولحظات حرجة والملك فاروق. قال الفنان المعتزل يوسف فوزي أن الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين لا يتواصل معه منذ فترة طويلة، وتحديدا منذ إعلان اعتزاله قبل عدة سنوات، وأضاف لا أحد يسأل عني، ليس هناك تواصلا مع النقابة في السنوات الأخيرة منذ ابتعادي عن الساحة تقريبا، خاصة أنني لست في حاجة للمساعدة، عمري ما طلبت حاجة من النقابة خالص. جدير بالذكر أن الفنان يوسف فوزي نشأ في أسرة محبة للفن عاملة به، فوالده كان يعمل مهندسا للصوت باستوديو مصر في الأربعينات من القرن الماضي. والدته تخرجت في معهد رادا بإنجلترا الذي يعد من أشهر معاهد التمثيل في العالم. بدأت والدة الفنان يوسف فوزي حياتها الفنية بالعمل كمدير، حيث تمتعت بجمال فائق وحصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 1936. وصل يوسف فوزي دراسته في بريطانيا ثم عاد لمصر
بعد 5 سنوات، وبدأ التمثيل مع بداية الثمانينات وتحديدا عام 1982 في عشرات الأدوار المساعدة بين السينما والتلفزيون. قال الفنان يوسف فوزي خلال لقائه بأحد البرامج الشهيرة أنه كان يصور مسلسل أستاذ ورئيس قسم مع الفنان عادل إمام، وكان يصور مشهد في سرادق عزاء وكان يجلس إلى جوار الفنان عادل إمام، فاكتشف الفنان عادل إمام إصابته بالشلل الرعاش. أضاف الفنان يوسف فوزي أن كل تفكيره في هذا العمل كان في إخفاء يده، وبعدها عمل في مسلسل ولي العهد وظهرت الرعشة في يده، فطلب منه المخرج ألا يحركها، ولهذا أعلن إصابته بالشلل الرعاش حتى يعرف كل مخرج ومنتج يتفق معه أنه مصاب بالشلل الرعاش. مفارقة غريبة جدا حدثت مع الفنان يوسف فوزي، وهي خلال أحداث مسلسل أوبرا عايدة للنجم يحيى الفخراني، جسد الفنان يوسف فوزي دور مريض بالشلل الرعاش، حيث لعب دور جلال عوني الطبيب الذي يصاب بالشلل الرعاش ويدخل للشهادة في المحكمة وهو مصاب بالمرض. وتدور الأيام ويصاب الفنان يوسف فوزي بنفس المرض الذي جسده خلال المسلسل. نجد بالذكر أن الفنان يوسف فوزي امتلك موهبة فنية مميزة ترك بها علامة في السينما المصرية والدراما أيضا، وساعده في ذلك الروح المصرية التي يمتلكها فضلا عن ملامحه الأوروبية، جسد ببراعة أدوار الشر والخير والتراجيدي والكوميدي، وعلى الرغم من كونها مجرد أدوار ثانوية لكن كان لديه حضور طاغي في أي عمل فني يشارك فيه، مما يجعل أهميته لا تقل عن البطل. وفجأة اختفى عن الساحة الفنية وظلت حياته الشخصية بعيدة عن أعين الإعلام، حتى عاد مرة أخرى ليعلن اعتزاله نهائيا عن الفن والأسباب التي كان وراء ذلك القرار. تزوج الفنان يوسف فوزي 4 مرات، وصرح بأنه قد خان زوجته 6 مرات، مشيرا على أن خيانته لم تكن بدافع قلة حب ولكن كان مجرد نزوات، وكان ذلك خلال إقامته في المجتمع الأوروبي بالخارج. في فترة سابقة أعلن وزير التموين بأن الوزارة ستحدد 3 أرغفة فقط لكل مواطن. علق الفنان يوسف فوزي على ذلك القرار موجها بكلامه إلى الوزير قائلا: أنت بتشبع لما تاكل 3 أرغفة؟ بعد تصريحات الفنان يوسف فوزي الأخيرة بأن لا أحد يسأل عنه، صرح الفنان صلاح عبد الله في منشور موجه للفنان يوسف فوزي، قال له: ربنا يشفيك ويعافيك يا محترم يا مهذب يا ابن الناس يا ابن الأصول يا مثقف، بجد مش هنسى إنك في مسلسل الملك فاروق، تطوعت لصياغة الحوار بالإنجليزية وتدريب زمايلك عليها مخاطبا جمهوره، أرجوكم الدعاء لهذا الفنان الكبير خلقا وفنا يوسف فوزي. قد صرح الفنان يوسف فوزي أنه لن يعود للتمثيل مرة أخرى، وهذا قرار اتخذته منذ أصابته بهذا المرض، خاصة وأن عمره أصبح 74 عاما، والعمر جري بيه والسكينة سرقت له خالص، وده بسبب شغلانة الفن والتمثيل بيسرق العمر فعلا، لأنه كل يوم تروح تؤدي شخصية معينة ترجع تنام وتصحى تجسد شخصية تانية، وفضل طول عمره كده لغاية لما العمر جري ومحسش بيه. واختتم نهاية لقائه: الحمد لله رب العالمين على ما وصلت إليه. بالإضافة أنه يقول: في الدول الأجنبية بيتعمل أفلام مخصوصة لمن يكون عمرهم كبر، فمثلا فيلم اسمه البحيرة الزهرية ممثلين كان عمرهم فوق 80 لكن الورق مكتوب مخصوص عشان هذا العمر، لكن عندنا في مصر لن يخوضوا هذه المخاطرة.